اول حاجه هنقولها علاقه الماركتنج بالشركه، وماركتنج اند اورجانيزيشن، الشركه فيها ايه كمان جنب الماركتنج، والعلاقات ماشيه ازاي بينهم وبين بعض. وبعد كده هنتكلم على حوالين الشركه، في ايه حوالين الشركه. الشركه بتتعامل مع العملاء، ما دول موجودين بره الشركه، مع موردين، وفي منافسين، نعرف الحاجات المباشره والحاجات اللي بتاثر علينا وعلى كل الشركات. الاقتصاد ايه تاثيره علينا، القوانين ايه تاثيرها علينا، السياسه ايه تاثير، كل دي حاجات قبل ما نبدا نتكلم لازم نحلل الحاجات دي كويس. هدفنا بعد ما ندرس الكلام ده ان احنا نقوم عاملين تحليل للموقف الراهن لشركتنا، في حاجه اسمها سوات اناليسيس، دي هنتكلم عليها بالتفصيل، دي مهمه قوي. بعد كده هنبدا بقى نشوف السيجمنتيشن اللي هو تقسيم السوق. ليه بقى؟ علشان بعد ما نقسم السوق هنشوف احنا مين الشرايح اللي هنستهدفها ومين الشرايح اللي مش هنستهدفها. مفيش شركه بتبيع لكل السوق وكل الشرايح. طيب بعد كده في حاجه اسمها بوزيشننج. بوزيشننج ده مصطلح في الماركتنج، هي مصطلح جديد على فكره في التسويق، بس بقى دلوقتي عصب التسويق. لما انا اجي اسال حضرتك ايه اول كلمه تخطر على بالك لما اقول لك مرسيدس، ده البوزيشننج بتاع مرسيدس، هندرس ازاي بيتعمل. من غير بوزيشننج مفيش ماركتنج. البوزيشننج هو صناعه الصوره الذهنيه. وبعد كده هنتكلم على المزيج التسويقي، ماركتنج ميكس، مزيج التسويقي. ده حاجه موجوده من الستينات في علم التسويق، قالوا ايه، في حاجه اسمها المزيج التسويقي، ده بيتكون من اربع حاجات كل واحده فيهم بتبدا بحرف البي: برودكت يعني منتج، والمنتج ده ممكن يبقى سلعه وممكن يبقى خدمه، وبعد كده برايس اللي هو السعر، وبعد كده البليس. البليس يعني بمعنى المكان لو كانت خدمة او التوزيع لو سلعة. وبعدين البي الرابعة اللي هي الترويج. في ناس للأسف فاهمين خطأ ان ده التسويق، ان الترويج هو التسويق، لا، فهو ايه، التسويق اشمل من البيع، البيع جزء. الترويج ده هنعرف ان في كذا حاجة بتتعمل، واحدة منهم ان نقعد مع العميل نتكلم معاه عشان نبيع له. البيع الشخصي ده احد طرق الترويج. يعني معنى كده ان التسويق هو المفهوم الكبير، والبيع هو الجزء، الكل هو التسويق والجزء هو البيع. علشان احنا نعمل صورة ذهنية قلنا ايه، مرسيدس، فانت قلت لي فخامة. مرسيدس دي يعني ايه، دي اسم الشركة، ده جزء من البراند. براندنج هنتكلم يعني ايه، ازاي نصنع براند. بقى بعد البراند هنتكلم على الترويج بقى، مش احنا قلنا البي الرابعه اللي هي البروموشن، ده في ناس فاكرين ان هو التسويق، هم معذورين، لان هو ده اللي بيوصل الرساله للعميل، لكن التسويق اكبر من كده. علشان كده لما نيجي نوصل الرساله للعميل محتاجين نعمل مزيج ترويجي، هنوصلها ازاي. وبعد كده هنتكلم على الاستراتيجي بقى، وبعدين رضا العملاء، وبعد كده التسويق الالكتروني. ديجيتال ماركتنج اوف كورس ماهوش ديجيتال ماركتنج خالص، احنا بنتكلم على الماركتنج، بس الديجيتال ماركتنج ده اداه من تول، من ضمن اداه من ضمن الادوات، هنقولها في اخر محاضره. هدفنا منها بس ان احنا نربط اللي قلناه ازاي بقى يتعمل على النت.